معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول سيد نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، مرحبا بك. إذا ناشطون وسكان مدينة الموصل ذكروا أن المدينة تتعرض لكارثة بعد عودة مكاتب الميليشيات الاقتصادية. يعني بداية نريد أن نتحدث سيد نظير عن أهداف هذه المكاتب والدواعي لوجودها. حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني حقيقة بعد ما رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمر بدمج الميليشيات الحشد بالجيش وإغلاق مكاتبها الاقتصادية لها وللأحزاب الأخرى، لكن سرعان ما تبين أن هذه القرارات هي مجرد حبر على ورق لا تجد طريقها إلى التنفيذ، وبدأت ترجع هذه المكاتب الاقتصادية للعمل ولربما بوتيرة أكبر مما كانت في السابق. يعني الأسباب معروفة حقيقة لا تخفي على المواطن وعلى من يراقب الوضع سواء في الموصل أو العراق بشكل عام، إن هذه المكاتب الاقتصادية هي تحاول أن تجني الأموال الحرام لتنفيذ يعني لتمويل ميليشياتها وأحزابها، وكذلك محاولة عملية إفقار للناس الموجودين في هذه المناطق المستهدفة، ومحاولة تشتيت النسيج الاجتماعي لهذه المدينة بعد أن ينشروا الفقر بين أبنائها. وهذا كله له غايات كبرى تتوافق مع الأجندة الإيرانية التي تريد من هذه المدينة أن تكون معبر لها إلى الجانب السوري، وتحاول تأمين هذه المنطقة سواء بالتغيير الديموغرافي أو بالتغيير العقائدي للدرجة التي تصبح فيها هذه المنطقة آمنة بالنسبة لأفرادهم وأجنداتهم. ولكن كيف للحكومة أن تسمح بعودة هذه المكاتب بعد إغلاقها؟ يعني كيف يمكن تبرير هذا التناقض، والتي هي الحكومة التي قالت أنها فرضت تنظيم هذه الميليشيات وتبعيتها للحكومة؟ نعم أخي الكريم، كما ذكرت لك سابقا أن يعني قرارات الحكومة لا تتعدى أن تكون حبرا على ورق، وهي ليست لها القدرة على أن تفرض سلطتها على تلك الميليشيات أو الأحزاب، بدليل أن قبل أيام قام رئاسة الوزراء بأمر لواء 30 الذي هو ينتشر في سهل نينوى بالخروج من تلك المنطقة، لكن لم يلبث إلا بعد يومين أن يعدل عن هذا القرار ويسمح ببقاء هذا اللواء الحشد في تلك المنطقة بضغوط، كما يقول حنين قدو، بضغوط من المرجعية، بمعنى أن المرجعية هي أيضا داعمة لما يرتكبه الحشد في تلك المناطق. وبالتالي نجد خلاصة بأن هذه الحكومة يعني إذا أحسننا الظن فيها فهي أسيرة لهذه الميليشيات، وليست لديها القدرة على فرض سلطة الدولة وهيبة الدولة على هذه الميليشيات. نحن لا نتكلم عن حكومة لديها القدرة على بسط سيادة يعني الدولة في كل أرجاء العراق، إنما نتحدث عن بلد الآن تحكمه الميليشيات، كل منطقة لديها ميليشيا تتحكم في مصائر الناس فيها، وليس هناك ذكر أو وجود للقرار الحكومي أو قرار الدولة. يعني ترك الحبل على الغارب وبيع المناصب في مزادات كما يؤكد نواب عن محافظة نينوى، إلى أين يمضي هذا الفساد في العراق ونينوى خصوصا؟ نعم أخي الكريم، هذا ما يعني فعلته الأحزاب قبل شهرين، هي من نصبت محافظ على محافظة نينوى تابع لها، وهو الآن يعني يرد الجميل إلى تلك الميليشيات بتعيين أشخاص ليست لديهم أي خبرة أو أي كفاءة سوى أنهم مرشحون من قبل تلك الميليشيات، ويعينهم بمناصب حساسة في مؤسسات الدولة في الموصل، وبالتأكيد الغاية منها لتسهيل عمل تلك الميليشيات في يعني النهب والسلب يعني حقوق المواطنين المالية وحقوقهم بالأرض. لذلك يعني الآن نحن نتخوف في الانتخابات القادمة التي ستجرى مطلع العام القادم، يعني ربما سيكون بصمات الميليشيات واضحة جدا على تلك الانتخابات، وست يعني ترفع إلى المجلس المحافظة الأشخاص الذين ينتمون لها، بحيث يكون التمثيل الحكومي لمحافظة الموصل لا يعكس حقيقة
من يعيش في تلك المحافظة. من ناحية أخرى، كيف تقرأ ما نشرته منظمة إغاثة فرنسية، ما أكدت أن الحكومة تخلت عن إعمار مدينة الموصل وحتى عن نزل الألغام؟ نعم أخي الكريم، يعني نحن كنا جميعا نتوقع بأن الحكومة من زمن حيدر العبادي ومن ثم عادل عبد المهدي كانت تستخدم ملف أعمار المدن يعني المحررة من داعش، هي ملف عبارة عن ملف تحاول أن تستجدي من الدول الأخرى المساعدات، ونحن نعرف لو جاءت تلك المساعدات لأين كان يمكن أن يكون مصيرها، طبعا مصيرها في جيوب الفاسدين، وبالتالي امتنعت معظم الدول عن تقديم أي مساعدة في هذا الملف. لذلك الآن بعد أن يئست الحكومة من أن تقدم دول العالم مساعدة في إعمار هذه المناطق، الآن أصبح ملف إعمار هذه المدن ملف منسي ولا يذكر ولا له وليس له أي أولوية في أجندة الحكومة الحالية. نعم الآن يعني أصبح ملف إعمار هذه المدن أمر منسي بالنسبة لحكومة عبد المهدي. شكرا جزيلا لك من اسطنبول نظير كندوري، الكاتب والباحث السياسي.